السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرضكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر منكم مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي وقت من الأوقات على واحد من ذني الأرقام اللي تشوفوها بأسفل الشاشة من داخل العراق ومن خارج العراق. ايضا اي شخص ما يقدر يتصل بينا لاي سبب إن كان يقدر يدزلنا على الرقم الاخير اللي بصفه اشاره الواتساب على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب لحلقه اليوم. فقط رسائل مكتوبه، ارجع وانوه انه برنامج الواتساب او رقم الواتساب ما بي لا اتصال ولا فيديو ولا رساله صوتيه، فقط الرسائل المكتوبه اتمنى تكون مطبوعه باساميكم واماكنكم او حتى نعرف اللي كتبها منو ومن وين. نبدا حلقه اليوم مشاهدينا الكرام، واول ملف ويانا هو ملف الروتين القاتل والممل أو البيروقراطية العالية اللي موجودة بدوائر الدولة الحكومية. وراح نبدأ بقضية تهم كل الشعب العراقي وهي قضية البطاقة التموينية. ماكو يوم يمر به العراقيين إلا وأكو معاناة تزداد عندهم نتيجة إهمال حكومة الإطار، نتيجة الإذلال المتعمد للمواطن العراقي بداخل الدوائر الحكومية. هذا المشهد صار يتكرر رغم نشر فيديوهات، رغم وجود شكاوى، وحلقاتنا اللي سبقت ببرنامج صوتكم نشرت بها عدة مرات اكتظاظ المواطنين بدوائر الدولة، عرقلت معاملاتهم في بعض الدوائر الأخرى، عدم وجود صالات للانتظار في دوائر أخرى مناسبة لهم. فشنو الغاية من هذا الإدلال والعرقلة اللي تتعمد بعض الدوائر الحكومية أن تمارسها بحق المواطن العراقي البسيط؟ الجواب أكيد أنه حتى يقوم يدفع رشاوة ويدفع فلوس هواية إلى معقب أو شخص آخر، أو البحث عن سمسار بين المواطن والموظف حتى يكمل المعاملة بدون هذا الإدلال. عندنا مقطع مصور يطلعون به اصطفاف المئات من المواطنين أو العوائل بطوابير هم وأطفالهم طويلة جداً، بس حتى يحدثون البطاقة التموينية اللي هي الألكترونية المفروض تصير بمعرض بغداد الدولي رغم ارتفاع درجات الحرارة. بالفيديو راح تسمعون سيدة عراقية بصرخة تتساءل ليش هاي المعاملة، من شنو سويتوها، وكل على مود احنا نروح ونحدث أسماءنا أو معلوماتنا ببطاقة تموينية المواطن العراقي ما يستلم منها شيء بس تمن الرديء حسب قولها. خلونا هو تمن الزباله اللي هيك تسوون بينا، هو تمن الزباله الله لا يوفقكم ان شاء الله. هو تمن الزباله اللي هيك تسوون بينا، هو تمن الزباله السؤال اللي ينطرح هنا في فصل صيف لاهب في دولة مثل العراق معروفة في تسجيلها إلى درجات حرارة قياسية وهواء جاف وشمس حارقة، معرض بغداد الدولي ما بي مثلا صالات تستوعب هذا العدد مثلا؟ تردون تقنعونا أنه ماكو مجال جوه يطبون بس أنه ما تخلوهم يوقفون بالشمس هم ونساءهم وأطفالهم؟ التساؤلات اللي طرحتها الامراه بهذا الفيديو مشروعه. اذا نريد نطلع من البطاقه التموينيه الالكترونيه خلونا نروح هسه الى منطقه زيونه بالعاصمه العراقيه الحبيبه بغداد. ما يختلف المشهد عن المشهد اللي شفناه قبل شويه بمعرض بغداد. همينا درجه حراره الصيف اللاهبه بوسط كل هذا اللي دا يصير بالعراق، اكو فوضى، اكو ازدحام، اكو روتين مو طبيعي، ماكو نظام. بموقع البطاقه الموحده وين؟ بسوق الثلاثاء بمنطقه الزيونه. خلونا نشوف. Thank you.
في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة بوسط الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت، بوسط الحواسيب اللي موجودة في أغلب بلدان العالم واللي انتشرت، العالم بدأ يفكر شلون يطور نفسه. كل بلدان العالم فكرت شلون تطور دوائرها الرسمية، ما بين أخذك إلى رقم للسيرة مالتك، ما بين المكان اللي أنت تنتظر به المعاملة مالتك والمكان يكون حجمه مدروس على حجم المعاملة اللي أنت تريد تسويها. فتلقى البنك صالته صغيرة لأنه الطابين والطالعين قلال، لكن دائرة نفوس صالتها كبيرة لأنه أكو هواية ناس تراجع ما بين وفيات وولادات وتحديث، ما بين كاونترات بها أكثر من موظف، ما بين سيستم ونظام موجود بداخل هاي المؤسسات، بس حتى يفكرون بطريقة أنه المواطن من يطب إلى دائرة ما يتعذب. لا، وصل الأمر بهم أنه تكون العملية وأنت قاعد ببيتك عن طريق هاتفك اللوحي أو جهاز لوحي أو عن طريق الكمبيوتر. وصل الأمر بهم أنه بعض المراجعات توصلك للبيت وبالبريد كجوازات وهويات. لا، وأكو دول بالعالم إذا تردون تدورون بالإنترنت عن شيء اسمه اليابان، الجواز حالة حال الصراف الآلي، خلال 3 دقائق أنت تكمل معاملتك كأنما دا تستلم فلوس من صراف آلي لبنك. أنت تطبع جواز وتستلمه وتجدد وتحدث وتكمل كل أمورك وما تروح دائرة أصلاً. بس بالعراق حالهم هذا. بالعراق لازم يطب على شباك، الشباك 60x60 ماكو غيره، والموظف لعبانه نفسه من الناس، ما داير لهم بال، ما يتعامل وياهم باصول الموظف او باصول ويا الناس اصلا، وما يتخيل نفسه انه هو موظف لخدمه هذا المواطن، لا، يعتبر نفسه انه هو سيد والمواطن تابع له. صياح، عياط، فوضى، ازدحام، حر، ماكو صالات، ماكو تكييف، ماكو شيء. هذا اللي دا يصير بالعراق. يعني فعليا العراق دا يتراجع سنة بعد سنة عشرات السنين اللي ورا. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك، هشام العراقي يقول: والله كارثة، كل الدوائر فاشلة، ماكو نظام. يحيى الباشا: الشيء الغريب انه بطاقة الناخب نفس البرنامج او نفس الكود، بس بطاقة الناخب تجيك للبيت. يعني ما اعرف ليش يذلون الناس هيجي، ما اعرف. بطاقة الناخب لانه انت راح تصعده وتخليه برلماني وسياسي ويروح يتعاقد وكوميشنات وفلوس وبنوك ويصير مليونير. ابو سجاد الساعدي: والله العظيم كل احترام ما عندهم وذلة بحق المواطن، دولة فاشلة ما تعرف شلون تدير الامور. اما انوار من كربلاء تقول: الله لا يذكرني من سويت البطاقه بغداد، متت الا شويه على التعب، رغم بالكراده بس شفت الويل. فكانت هاي تعليقات الناس حول المعاناه اثناء مراجعه اي دائره حكوميه. فعليا المواطن العراقي دا يعاني اشد معاناه لما يدخل الى دائره حكوميه حتى يؤدي ابسط معامله، فما بالك بالمعاملات اللي تحتاج وقت اصلا. محمد من بغداد ويانا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم استاذ. هلا بيك. نحن طلاب جامعات في العام الدراسي اللي متضررين من الامتحان التقويمي اللي وضعته وزاره التعليم العالي والمهندس التعليم. نتمنى ان المناشده مالتنا توصل لوزير التعليم العالي الدكتور نعيم العبودي والى هيئه الراي. يوم الاحد اجتماع لهيئه الراي، واحنا عندنا مطالب ومناشدات، واحنا متضررين اكثر من 45 الف طالب متضرر من قرار الامتحان التقويمي. نتمنى انه يلتفتون النظر الينا ويراعون مطالبنا، يعني القرارات اللي نتمنى انه تكون هي احتساب العملي. نعم. اضافه 5 درجات اخرى، يعني القرار يصير 10 كما في السنوات السابقه، ومراعاه المراحل المنتهيه كون ليس لديهم فهميه. ونتمنى انه هاي المطالب توصل. نعم. ويسمعها وزير التعليم العالي الدكتور نعيم العبودي. نعم. وهو الاجتماع يوم غد. نعم. الخميس. نعم. نعم. شكرا لك اخ محمد.
وصلت ان شاء الله مناشدتك وسمعوك ان شاء الله نسخه من هاي المناشده تنقل الى وزير او ما يسمى بوزير التعليم العالي نعيم العبودي، نتمنى انه تجيبهم او تتفاهم وياهم او تستقدم مجموعه من عندهم تشوف مطالبهم شنو هي. نروح هسه الى موضوع مدى يرضى يترك برنامج صوتكم نهائيا. طبعا هو مو لانه مدى يرضى يترك برنامج صوتكم لانه الموضوع صعب، لا، لانه الموضوع يحتاج لحل، لانه الموضوع يحتاج لشخص عنده اراده سياسيه، عنده اراده شخصيه، عنده قناعه بهذا البلد، عنده حب لهذا البلد، عنده ولاء لهذا البلد حتى يصلحها، اللي هو الواقع الصحي اللي هو اصلا متردي بالعراق. مواطن من محافظه ديقار يشكو قلة المستلزمات الطبية والأدوية بمركز الإمام علي الصحي بقضاء قرمة بني سعيد، ويطالب الجهات المختصة بوزارة الصحة أن تنظر إلى المراكز الصحية بالأقضية والنواحي بالمحافظات وأن تهتم بها، ما تهملها ولا تهمل أرواح الناس اللي يعيشون بهاي الأقضية والنواحي، لأنه حتى لما تحكي عن مراكز صحية أنت فعليا أنت تحكي عن حياة الناس. خلونا نسمع. رئيس صحة ديقار، قلنا لكم 100 مرة الأقضية والنواحي مهملة من قبلكم، مهملة بدون علاجات، وهذا مركز الإمام علي، القضاء قرمة بني سعيد بدون علاجات، أطباء ومنتسبين جاي يتعرضون للسب والغلط بسبب نقص العلاجات، لأن أغلب الناس ما تدري أنه ما في تجهيز منا، فاللي نرجو منكم أن تجهزون هاي المناطق، شوية عينكم على الأقضية والنواحي. بدون علاجات معودين، هاي 100 مرة نشرنا ولا اكو استجابة منكم. دار العالم وزينا على مركز المدينة. احنا ما قدرنا يعني نزل هول سنوات شلون ضلت. ناس بدون علاج، مستشفيات قاعدة. غلقوها خلوها اهلي وانهوا المشكلة. هاي بالشطرة. عفوا. قرمة بني سعيد. الشطرة هسه اللي راح يطلع وراها. لكن برنامج صوتكم طلع لكم مثلا اختفاء أجهزة التكييف من مستشفى الرشاد للأمراض النفسية والعقلية في العاصمة العراقية بغداد، اختفاء أجهزة التكييف من مستشفى في البصرة، اختفاء الأدوية في مستشفى مثلا في ميسان، طبيبة تسوي عملية على أضوية تليفون وهاتف نقال لممرض لأنه الكهرباء مقطوعة في مستشفى ثانية. طلعنا لكم المشاكل في أغلب المستشفيات، مستشفى النعمان بالعاصمة العراقية بغداد تحديداً منطقة العظمية خالية من الموظفين، مستشفى في البصرة خالية من السديات. مواطن من ذيقار ينقل ابن المريض بطانية من طابق إلى طابق لأن لا أكو مصعد ولا أكو سدية. أما اليوم طلعنا لكم هذا من ذيقار، والفيديو الثاني همينة من ذيقار من قضاء الشطرة. ناشط من الشطرة يطالب هنا بهذا الفيديو أن يتم إكمال وافتتاح مستشفى الحوراء اللي هي هاي وراء، اللي يقول أنه هاي المستشفى راح تساعد أهالي القضاء، راح تخفف من معاناتهم، خصوصا أنه الناس دا تضطر تروح إلى مستشفى أهلية واللي هي تستنزف أموالهم، وأغلب مباني والمستشفيات هي قيد الإنشاء، تعاني من تلكؤ بالإنجاز بظل فساد وسرقات للأموال المخصصة لها. خلونا نسمع. أنا الخلفي مستشفى الحوراء حلم كل مواطن شطري والشارع الشطري، هذا حلمه انه مستشفى الحوراء يفتتح، لان الناس ملت من الاهليات وملت من المستشفى مال الشطره المزدحم. رسالتنا للشركه شويه هموا ايدكم، رسالتنا للوزاره، مستحقات ما مطينا فلوس هاي ما لنا علاقة بيها. من 2010 أو 2009 وإحنا هسه بسنة 2023 والمستشفى لحد الآن العمل مرتب، ما أريد أذن ولا أريد أسقط ولا أقول يابا مو خوش شغل، مو أنا مو صاحب خبرة، الشغل مرتب بس شو نقول؟ شو وقت ينفتح؟ هاي الرسالة الأهم، لأن جبناها من سنة السنة من سنة السنة من سنة السنة نشوف بس عمال تشتغل. المشكلة يمن؟ يمنو؟ يم يا وزير؟ يم المحافظ؟ يم وزير ما نعرف يمن. المستشفى هذا هسه راح يطلع واحد يقول قيد الإنشاء، جار العمل من 2010 واحنا هسه بسنة 2023.
13 سنة مستشفى صغير مثل مستشفى الحوراء ما كملت، ومجمعات سكنية ومولات بالصين بأيام تخلص، برج خليفة في الإمارات اللي هو أعلى برج بالعالم حاليا ما طول لسنة إذا مو أقل. أما عندنا مستشفيات مثل مستشفى الحوراء اللي هو بقضاء مثل قضاء الشطرة، يعني المستشفى مو كبير، أنت ماذا تحكي على مركز مدينة وبها اكتظاظ سكاني، أنت عندك قضاء، القضاء يعني عدد الناس اللي عايشة به أقل من المراكز، أقل من المدن. إذا مستشفى بقضاء طول 13 سنة، إذا يردون يبنون مستشفى جديدة مثل مستشفى النعمان مثلا بحجمها، أو مثل مستشفى ابن البيطار أو مدينة الطب يردون يعيدون بنائها، ايش قد تطول؟ كم 100 سنة؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك حاتم أبو مكارم يقول: حسب الوضع الحالي الموجود هذا المستشفى ما ينفتح حتى بعد 20 سنة، والسبب توجه الأطباء إلى المستشفيات الأهلية في غياب الحساب الحكومي ووزارة الصحة، لأن وزارة الصحة بالعراق مريضة. أبو ريتاج: ما يفتحون أخويا، مستفادين من الأهليات، طمطم لي وطمطم لك. علي العراقي: متقصدين خويا، إذا ينفتح يأثر على مستشفياتهم الأهلية، وداعتك والله، وحتى صالة العمليات اللي تبرعت بها العتبة هم أنا ما يفتحوها. علي شجاع الزيدي يقول: عمي والله مساع راسي أذاني كلش، قلت خلي أروح للمستشفى، طبيت للدكتور، قلت له راسي موتني، انطاني باندج، قال شد بي راسك. خوش طبيب، عاشت إيده، يعني اللي عنده صداع يشد راسه بباندج؟ لو يسوي ما طب عرب مفتاح، يعني المشكلة أنه هاي استهتار بأرواح المواطنين، استهتار من الطبيب واللي ما نعرف هل هو طبيب فعلا لو لا، استهتار من الوزارة اللي هي ما دايرة بال هذا الموضوع، استهتار من واحد يقول أنا رئيس وزراء أو رئيس السلطة التنفيذية العليا بالبلد، هو ما داير بال هذا الموضوع، واستهتار من كل واحد يقدر يأثر بهذا الموضوع، من مدير ناحية إلى مدير بلدية إلى محافظ إلى نائب عن محافظة إلى سياسي إلى مسؤول إلى وزير إلى مدير عام بالوزارة، كلهم مسؤولين عن هذا التلكؤ اللي دا يصير، مو بس بهذا المشروع، مشاريع ثانية راح تشوفوها بعد شوية. أبو عمر من الناصرية ويانا، حياك الله. أستاذ فهد شلونك عمي؟ حياك الله أخويا. شلون صحتك عمي؟ شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء الحمد لله. طبعا أنا متعجب على البلاد هذه. نعم والله العظيم أنا متعجب يعني هم ما جاي يطلعون للدول جاي يشوفونه، هم يعني ما يستحون ما يخجلون. أنت يعني لازم رئيس دولة، رئيس وزراء، يعني الوزراء من وزير الصحة، من وزير التربية، من كان من يكون. عمي هاي بلادكم، انتوا بلادكم، يعني انت لا يعني على ما تشتغل بلادك، يعني انت لا خير بيك. اسمعني عمي أفاد. اي عمي حبيبي اسمعك. اي يعني تبقون أذلة، عيب عليكم تشتغلون لإيران وتشتغلون لإسرائيل والأمريكا، يعني للدول الجوار، عيب عليكم. استحوا شوية، خجلوا لا من صحة لا من مياه، كل شيء ماكو، لا من تعليم، يعني عدمتوا البنية التحتية برمتها، يعني ما تستحون. لوين توصلون بعد؟ قلوا لي لوين توصلون؟ خلينا ناشدهم أستاذ أفعل، لوين توصلون يا عمي؟ ما تستحون، ما تخجلون. قالوا هذا يعني أنت، أنا عراقي، أنا يعني أنا عراقي لازم أشتغل لبلادي مخلصا خالصا لوجه الله، نعم. واحد لا شريك، يعني ما تخافون من الله أنتو، دمرت البشر، لا يعني الأهليات كلها للحساب، سمعون لو ما سمعون، يعرفكم البدور وللدعوة وكلها نعم. ملتمة، لا استحوا، عيب عليكم، عيب. هذا بلاد بلاد هذا عظيم، نعم. العظمة نعم. لله، بلاد هذا بلاد الرافدين، استحوا شوية، خجلوا على نفسكم، عيب شوية، استحوا كافي، ما استحوا نعم. على وجوهكم حرامية، شلة ما العصابة أنتو، يعني ما تنفل عليكم الدول المجاورة تنفذون، عيب عليكم، استحوا والله، عيب عليكم والله، اقتل نفسي، نعم. اسمعوني، اقتل نفسي والله، نعم. والله اقتل نفسي على أقوم بلادي،
جيل ولا والله العظيم اقتل نفسي، بس انتم ما عندكم ضمير ولا عندكم شرف. عمرك طويل، عمرك طويل ان شاء الله. شكرا، شكرا لك ابو عمر. ابو عمر ذكر بلاد الرافدين ووصفها بوصف العظيم، لكن مع الاسف اذا بقت السياسات الحاليه واللي نطلعها دائما بلاد الرافدين، اذا بقت السياسات هيك عن قريب راح يكون عراق بلا نهرين اصلا. ابو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري بالنسبة للواقع الصحي بالمصادفة عن البارحة والبارحة أنا رحت إلى مستشفى صدام العام اللي الآن تسمى مستشفى الصدر التعليمي، هاي عود الأنموذج يعني الحقيقي للمستشفيات المتطورة. نعم. والله العلي العظيم إذا تفوت تزوع كل مريئك والهيكل العظمي واللحمي والجهاز كله على الروائح القذرة والعطمة والمرافقين لولا الجايين يا مرضاهم خطية، كل ما جايب لجودلية لو دوشك لو كلها وينام بالممرات. زين؟ ليش ماكو سديات بالمستشفى؟ ماكو سديات؟ لا مو على السديات، نعم كل واحد منها مرافق مرات. نعم. يا سيدي يقول لك جيب لك بطانية وتعال شيل المريض. نعم هاي واحدة. ثانيا بالنسبة للروتين القاتل، اي ابو زينب صوتك دا يروح ودا يجي والله يا تعينت كمذيع اخبار في اذاعه بغداد انا ومجموعه وياي. نعم. اقسم بذات الله بورقتين يعني كلهم 2008 تعينت مدرس 56 ورقه. انا اعتذر منك ابو زينب بس صدقا يعني الكلام دا يروح ودا يجي، فاكو نصف الكلام دا يصير ممسوح فما دا اقدر استوعب نصف كل الكلام، فما بالك بالمشاهدين. اعتذر منك، شكرا لك. عمر من الانبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك ترى؟ ان شاء الله بخير. هلا بيك يا الغالي. يعني اول شيء احب اسلم يعني على جميع الشعب العراقي من خلالكم. عليكم وعلى السلام جميع الطلبة في الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية وجميع الطلبة العراقيين. نعم. أنا أمثل عن مجموعة من الطلبة المظلومين طبعا بسبب هاي القرارات الأخيرة طبعا من وزير التعليم العالي أو من لجنة الرأي وزارة التعليم العالي. نعم. يعني أنا أحد الطلاب، أنا أحتاج يعني أنا أحد الطلاب أحتاج أنا درست 43 واحتاج 7 درجات فقط وانجح من الدور الاول. تمام. انطوا هو كان القرار 10 خلوه 5 ثاني، يعني اذا حطوا لي هاي الخمسه احتاج انه بشقد درجتين صح لو لا وانجح. هاي يعني من الاف الطلاب، هاي حاله من حالات الطلاب طبعا. وصار لي شهر ما شدت وصلت المكتب النائب الدكتور مداحم الخياط اللي هو رئيس لجنة التعليم العالي النيابية. تمام. وحكيت وياهم ووصلت يعني انطيتهم الطلب مالتي. اخير شيء يعني اذا تسمح لي احكي ويا المدير المكتب مالتي. والله العظيم يعني اسلوب ولكن اسلوب يعني ناس بهيك منصب. قلت له انا ترى طالب وهذا حقي صح لو لا، انا سنة كاملة اركض واشتغل واتعب واجي تالي على درجة اعيد ماده كامله يعني درجتين اعيد ماده كامله يعني والله العظيم يعني شو نقول لا حول ولا قوه الا بالله. فاحنا من خلالكم نتمنى يصل صوتنا للدكتور. نعم. وزير التعليم العالي والدكتور ايضا حيدر مظهر وكيل وزير التعليم العالي وباكر هو اجتماع لجنه الراي وزاره التعليم العالي. نتمنى يعني من عندهم احنا يعتبرونا ينظرون لنا احنا كطلبه ابنائهم، اعتبرونا اولادكم هسه اعتبرونا اولاد. طيب. وصلت اخوي اعتبرونا اولاد فقره. تمام. خلي ينظرون بالكيرف العشر درجات لان والله الاف الطلاب ينظرون بي. وصلت حبيبي على الاطاله.
لا العفو، شكرا شكرا لك اخ عمر. ونفس المناشده اللي قالها الاخ محمد من بغداد ننقلها ايضا الى وزاره التعليم العالي. مو بعيد عن المستشفيات المتلكئه انه هوايه مشاريع بالعراق بها تلكؤ. تلكؤ المشاريع بالعراق ما بين مكتمل الى حد ما، ما بين بعده مثل ما هو، اللي انترك الى ظروف طبيعيه ومنها اصلا اللي ما انبنى اصلا وبقى بعده مجرد خريطه على ورق. كل هذا بفضل حكومات السرقه وحكومات الفساد واللي تعاقبت على العراق من زمن الاحتلال الغاشم الى بلدنا الحبيب بال 2003 بكذبه اسلحه الدمار الشامل، وحتى اليوم واللي اصبح للعراق هو دمار شامل. مواطن من النجف ينتقد توقف العمل باحد شوارع المحافظه اللي صار به انه الجير الزفت او الاسفلت انقشط، صار له اكثر من شهر لكن العمل واقف، ما تم اكماله ولا تم اكساء او تعبيد او تبليط الشارع باسفلت جديد. ويتساءل شنو سبب توقف العمل؟ خلونا نشوف. قاعد امسح بيها صارت كلها تراب، ما اعرف نسيتونه هذا الطريق تبليط اللي حفرتوه وسويتوه، نسيتونه لو شنو الفيلم؟ بس خلنا نمسحها، نأسف لإزعاجكم نعمل لخدمتكم. كلها تراب هن، حفرتوا الشارع خليته ورحت، ما نعرف شنو الفيلم. هسا عرفنا هذا الشارع تابع اعتقد للطرق والجسور، شنو الفيلم؟ عندكم علم بانه هذا الشارع محفور قبل اكثر من شهر وما نعرف شنو الفيلم؟ قطعة مالتكم كلها تراب، شارع الجسر من بدايته لنهايته ولحد هاي اللحظة ما حد يعرف شنو فيلمه، انحفر على مود ترميم والجماعة خلوا وراحوا، فاللي عنده معلومة خلي يزيدنا، خلي يقول لنا يا معودين ليش حفرنا وخلينا ورحنا؟ ما أدري نسيناه ما نسيناه، هو عندهم علم، بس حبيت أقول لكم القطعة كلها تراب، نأسف لإزعاجكم نعمل لخدمتكم. أحب أقول لسيادة الناشط، هي المشكلة مو انه طولة شهر او مو شهر، اكو فيديوهات طلعناها ببرنامج صوتكم، الناس مصورتها وموجودة على الانترنت، يقولون بها انه بالعراق ما عندنا غير بس تريلتين سبويس، فحبيبي اذا يردون يزفتوا لك الشارع لازم اكو اساس سبويس، فهم ايش راح يسوون؟ راح يشيلوها بواحد من الشوارع، لان الصور تقول انه او الناس علقت وصورت وقالت انه السبويس ينذب بالقاع، يصورون البلدية أو المسؤولين على هذا الأمر أنه إحنا خلينا السبويس خلينا الأساس راح نزفت، يجون بالليل يقشطوا مرة الأخ وينقلوه لغير مكان، فانتظروا سراكم لحد ما تجي تريلتين السبويس ذني حتى يصبوا لكم إياها بالقاع. أتوقع هو هذا اللي يصير. ناشط من محافظة ذيقار ينتقد بغضب تلكؤ العمل بواحد من المجسرات بمدينة الناصرية اللي هو مجسر الإسكان، وأكد أنه العمل كان متوقف به سابقا ورا ما احتجوا الأهالي بالمحافظة واحتجوا الناشطين وصوروا وحكوا هذا الموضوع وطلعوا للإعلام، رجعوا واشتغلوا به العمال، لكن العمل هذا استمر لمدة أسبوع واحد فقط، رجع وراها المشروع ووقف مرة ثانية. ويتساءل وين دور الحكومة الرقابي على المشاريع ومدة إنجازها، وليش صار الناشط والمتظاهر هو اللي تابع ويحاسب بينما اللي المفروض يحاسب ما له علاقة؟ خلونا نشوف. من مجسر الاسكان، من مجسر الحراميه، من مجسر النفاق والدجل، هم سبب المشاكل، هم اهل الناصريه، شايفين من تطلع على مشروع وهم يطعنون بيك، فلان خذوا وفلان شو اسمه وفلان سوى. قبل فتره طلعنا احنا شباب اهل الناصريه، ولا طبعا مع احترامات الناس الشيوخ والعقل، ولا عقال بينا، كلها شباب طلعت هنا، طلعنا وسوينا شغل ومشى الشغل، بس احنا ما نضلنا من هنا، احنا مو شغلنا هذا، اكو محافظ واكو مسؤول واكو لجنه متابعه، هم يتابعون، يعني توقعوا انتم احنا شباب شغلنا المشروع. ذاك اليوم نواب وهذا الوزير نفسه اجى لنا وقف على المشروع، ورا اسبوع وقفوا، يعني وزير ما اشتغلوا. مو ديدنا احنا شباب، عمي انا اليوم هسه الظهريه بالشمس اجيت ولا عامل، بس الحارس لقيته. اتفقت ويا الحارس يخابر المقاول،
مهله لهم من نهار الجمعه ماشي شغل كله واقف ولا عامل موجود. انا الناشط هنا زعلني بشغله واحده بس، يقول الوزير ما قدر يمشي المشروع. اخويا حبيبي القائد العام للقوات المسلحه جرف الصخر ما يقدر يطبلها، وزير الداخليه يقول لك جنود بسيطره انا ما اقدر لهم، تريد وزير العمل يمشي لك مشروع؟ اذا ذولاك ما يقدرون يسوون شيء هذا شنو بيده؟ نروح هسه الى قضيه هدر المال العام، ولو ان المشاريع وتلك المشاريع هي كلها عباره عن هدر الى المال العام، لكن هدر المال العام مشاريع ترقيعيه او مشاريع ترقيع مثل ما نقول بالعراقي، تنصرف عليها الملايين والمليارات، مثل النافوره اللي راح تشوفوها ورايا فد شويه واللي صوروها شباب محافظه ديقار. بحسب كلام الشاب يعني اللي صوروا هاي النافوره واللي وثقوا لنا هذا الفيديو ونشروه، انه هاي النافوره البناء مال النافوره مال الحوض كلف 250 مليون دينار، اما المجسم الحديدي اللي موجود بوسط هاي النافوره كلف 75 مليون دينار. ذني ل 325 مليون دينار انصرفت من صندوق اعمار محافظه ديقار اللي صارت مدينه النوافير، وبصوره واضحه من صور الفساد وسرقه الاموال المخصصه للمحافظه بدل ما يكملون لهم كم مشروع رئيسي وحيوي مثل المستشفيات والشوارع ويرقعون ويلمعون وجه الحكومه اللي متلطخ اصلا بالفساد بمثل هاي المشاريع اللي هي مشاريع الضحك وهمنا مو كامله. خلونا نشوف كل شيء شايفينه بحياتنا، بس ما النافوره ب 75 مليون هاي لا ساره ولا دايره. عم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هذا الفيديو للراي العام وخلي نشوف حقيقه الاعمار في محافظه ديقار من فشل وفساد صندوق اعمار ديقار. هسه اجانا محافظه ديقار وتنفيذ المواسم. يا ناس يا عالم الله اكبر، هيكل حديدي استنيت بقيمه 75 مليون وتم قلتم الله اكبر. لا الحسين سلم من عندكم، ولكم شو سوينا؟ لا اكو واحد يحاسب، لا لجنه التقييم مال محمد شياع السوداني اجت وشافت وقالت فين هذا الفشل، جاي نصيح وبحت اصواتنا واحنا نطالب لحقوني. الناصريه نهبت، فلوس الناصريه راحت. يا ناس يا عالم خلصونا من فساد محمد شياع السوداني. اريد الناشط اكو شريف هاي المحافظه، اكو شريف بالحكومه المركزيه يسمعني. تعالوا شوف الضيم، عمي شوف الضيم هيكل حديد. تعال شوف هاي النافوره، سعرها كل الاجمالي 75 مليون. هاي فلوسكم شوفوها، هاي فلوسكم يا محافظ ديقار يا شرفاء يا نواب ديقار. شوفوا هاي سعرها 250 مليون وهيكل حديدي 75 مليون، ولكم الله العظيم مصر. شنو رايكم؟ نوافير العراق تكلف ملايين، تعرفون لان النافوره هي اللي تجيب المي للنهر، فلما نبني نوافير هوايه راح نملي الحوض مال نهر الفرات ونملي الحوض مال دجله ويرجع النهر يشتغل مثل ما كان. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت احمد حسن على فيسبوك يقول تعال شوف هاي نافوره جوا جسر قيثاره 247 مليون، بيتنا كلفنا 100 مليون. نهاد الرشاوي اكو حديقه هم سووا بها نافوره تكلفتها 75 مليون شهرين وتهالكت وهسه عباره عن ترابه ونقطه مي ما بيها تقدر تجي خاص وابلغك بيها. ياسر كريم العباس يقول لا حسيب ولا رقيب، طبعا يشتغلون براحتهم، اما المقاول قرايب نائب فلان فما حد يجيبه بالطاري. وسمير ابو اللوز البديري يقول الفيلم راح تجي انتخابات مجالس محافظه، حتى اللي يجي يقول انا اشتغلتها واللي قبلي طفروا بالفلوس. فهاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. اما الان من الديوانيه ابو علي حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي الكريم، الدوله ابتعدت عن الانتخاب، الدوله التهت برضيان زعيم كتله وزعيم كتله، زعيم جنوب وزعيم الشمال. نعم. وكناسه الشعب، كناسه احتياجات الشعب كلها، يعني هسه انا رفضوا 250 مليون وبروحها بها كم ابره بها لمرض السرطان. ما تعرف الدوله جايبين حظ النواب وحظ المحافظين، كل محافظ حاط له عشيره ويا عصابات. هاي مو حكم الله وكل مو حكومه، عصابات هاي. مدير ناحيه حاط له عصابة عشيرته وراه. المحافظ كان الديواني عشائر كلها شوك عشائر. شنو هاي تجيب لك محافظ مهني؟ البصره حاط له عشيره ويا راح بعد نص البصره وما حد يحاسبه عشيرته وراه، عشيرته ما تحاسبه. تقول له تعال هاي مو قاع ابوك، هاي قاع 40 مليون. بيح شلون؟ ما ادري هداك لسدر هذا المحافظ. نعم. يجي لك للجنوب والله وكلك حظنا طاح وحظ ببهاتنا.
يعني هاي ويبدون يشحن بالانتخابات، ترى اقول لكم خاف ظنكم من الجنوب كله خاف ظنكم. نعم. وهسه تشوفون الانتخابات شلون تخيب منكم من عندها. لان ما حد يحبكم بعد. لان انتم ضغطتوا علينا من لا يرحمنا. طلعتوا مدير الناحيه مجرم، طلعتوا حطتوا الكهرباء مجرمين، حطتوا الصحه مجرمين، الناشدكم نقول لكم محمد ولا ساعه وانه ولا واحد يحاكي ولا واحد يرد علينا. هي تصرفاتكم وتقولون باكر عقبه خسر الاطار، لا والله تخسرون لا الاطار ولا التيار، بعد يفنترونا للجنوب. احنا نريد حكومه حقيقيه تكون قريبه على الشعب، مو قريبه على البرزاني وقريبه على مقتدى وقريبه على الحكيم وبعيده عن الشعب. هذا مو تصرف، هذا الله وكيلك تصرف شياطين. انتم بعيدين عن احنا صمنا وفطرنا بجريه. نعم. فطرنا بينكم انتم جريه والله، لا تلمكنون ولا. نعم، شكرا لك ابو علي. نروح هسه الى اقصى جنوب العراق، تحديدا اللي ما يعرف شنو اللي دا يصير بالبصره. عمال بلديات البصره متظاهرين لانه يريدون تحسين واقعهم. البصره تحديدا تعاني هاي المحافظه الان من تكدس النفايات بصوره غير طبيعيه باسواقها وشوارع المدينه بسبب اضراب عمال الموظفين، لانه هم دا يطالبون برفع اجورهم ورواتبهم وتثبيتهم ايضا لبعض غير المثبتين وان ينطوهم حقوقهم. لكن اللي دا يصير في محافظه البصره انه اكو اهمال الى هذا الجانب. راح نشوفكم جانب من اضراب عمال بلدية البصرة. دولهم علينا استمر ولا تمحوا، علينا استمر ولا تمحوا، دولهم العراق خاب العالم، دولهم عمال الناس بس احنا خرب طوامة العقل سوية. هون حد ما يطلع هون طالب، هون حد ما يطلع هاي باب المحافظة. فنتمنى من أسعد الأيداني بدال ما تفكر تسوي شيء يغضب الشعب فكر بذوله. صمت الحكومة عن حقوق عمال البلدية أدى إلى الصور اللي راح تشوفوها بعد شوية والفيديوهات. تراكم النفايات بمحافظة البصرة مو طبيعي، هذا اللي وثق لنا يا أحد المواطنين بسوق الجمهورية بوسط مدينة البصرة اللي تظهر به أكوام النفايات بسبب أضراب عمال البلدية. المشكلة هنا أنه مو بس عمال البلدية أضربوا فالزبالة تكومت، لا، عدم تلبية مطالب الحكومة هي اللي أدت إلى هاي الصورة. هاي الصورة تسبب لنا أمراض وتسبب لنا روائح وتسبب شيء مو طبيعي. عمال البلدية طبعا يتقاضون أجور زهيدة جدا ما تكفي سد رمق العيش، يضطرون أن يشتغلون بمكان ثاني بأوقات إضافية، جهد يبذلوا هنا وهنا. ليش؟ حتى يشيلون زبالة المدينة وينظفوها. خلونا نشوف. السلام عليكم، هاي سوق الجمهورية، شوف الزبل متكودة بسبب إضراب عمال بلدية البصرة. هاي شوف الزبل متكودة، عود محافظ البصرة سيد علي مدير البلدية شوفوا حل هالقضية، هاي حطوا العالم حقوقها وخل تطلع كذا تنزل زبالة أكيد والله العظيم. شوفوا هاي الزبل وعولها، هاي كوارث لما تحكي عن سوق ناس طبلة وتطلع من عنده وبهاي المناظر. شنو المنظر الجمالي إلى ما كانت تسمى بعروس الخليج العربي. مواطن من البصرة من حي الحسين ينتقد أيضا تجمع وتراكم النفايات بالمدينة وتكدسها بشوارع الحي بظل تجاهل حكومي إلى اللي دا يصير بالمدينة أو اللي دا يصير بالمدينة أو حقوق عمال البلدية أو حقوق الناس أصلا، لأنه هاي المناظر هي منظر غير حضاري، رائحة كريهة، إساءة إلى الناس، إساءة إلى العالم، أمراض وبلاوي. خلونا نشوف. صبحكم الله بالخير، الساعة 6 صباحا. طبعاً 15 يوم صار لنا ما خلينا واحد ما خابرنا. يا مدراء قواطع خليج العربي حي الحسين، طلعوا على القواطع مالتكم شوفوها، شوفوا الوصاخة،
شوف القذارة تارس الشارع زين، ما خلينا واحد ما يشتكي. انت من من يشتكي؟ المشتكي لله سبحانه وتعالى. يعني هذا يا يقبله يا يقبلها هاي، انه هاي الزباله امام بيته او منطقته زين. بس ماكو زلم، لو اكو زلم تحمل الزباله وتروح تدبها بمدير باب مدير القاضي بيته، تحملها وتدبها خاطر بعد يتوب ما يعودها ويخلي هاي الزباين تاثر على العالم. بس ماكو لا حسيب ولا رقيب. المحافظ ألف مرة قلتهم اطلعوا يا مدراء القواطع، اطلعوا شوفوا قواطعكم، شوفوا زبايلكم، لا ظلون قاعدين خلف مكاتبكم. بس لا حسيب ولا رقيب. قلتوا لي أسعد العيداني لما يطلع يفتر بالبصرة بسيارته المصفحة وحماياته، هذن المناظر ما يشوفوهن لو حطي له بليته على الجام فأكيد ما يشوف. أسعد العيداني لما يطلع يفتر بالبصرة، وأنا أحكي ويا أي مسؤول بباقي المحافظات العراقية، لأن باقي الحال يعني باقي المحافظات والمدن والشوارع حالها ما يختلف عن البصرة، بس البصرة اليوم بها إضراب، لما يطلعون ويشوفون هاي المناظر أرض الحضارات بها هذا المنظر الحضاري، شنو الرقي إنه أكوام النفايات بهاي الصورة؟ وأحب أبشر لمحمد الشيعة السوداني، تعرف إنه هاي بعض بلدان العالم ثروة؟ في ألمانيا أكوام النفايات يولدون من عدها الطاقة الكهربائية، في بلد يعاني من كهرباء ويعاني من تراكم النفايات بس ما بي واحد يشتغل. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك أيضا أبو حسن، ويجي لك واحد حلقة أعوج يقول لك المحافظ سوالك البصرة جنة، تريد لك شارع لو رصيف بخير ماكو، كل المناطق عبارة عن قذارة ونفايات، خدمات صفر، والله هسه كنت بشط العرب بالجزيرة منطقة منكوبة من جميع النواحي ما أعتقد بيها مسؤول. مروان العماري يقول حقهم، رواتبهم 170 مصرف مال أسبوع واحد وناس 3.4 ملايين تستلم. سجاد السعيدي، الكارثة الحقيقية من موظف يشتغل من الصبح للعصر راتبه 170 ألف فقط، إضراب مستمر لحين تحقيق المطالب. نانا دا يحجون عن اللي يشتغلون بالبلدية. عبد الله حسن، إيه غير راتبهم 150 مسوين إضراب، لو أنت بس الزبل ما تدري بناس شلون عايشة. نانا اللي يحكي عن 150 وال 170 هم عمال بلدية، أما اللي يحكي هنا اللي يذب أجلكم الله النفايات والزبالة وعن السياسي وما يعرف الناس شلون عايشه. مشاكل العراق إن ذني، مشاكل العراق روتين وبيروقراطية بدوائر حكومية ومعاناة للناس بدوائر حكومية، تلكؤ ومشاريع فساد مشاريع الصحة، وتلكؤ وفساد مشاريع الخدمية، وتلكؤ حقوق الناس وفساد. لما تجي على واحد ما يفقه شيء، ما يعرف يقرأ ويكتب، وراتبه واو، ليش؟ لأنه ابن عم فلان، ابن خالة فلان، ابن عمة الخياط اللي خيط بدلة العرس، بينما اللي يشتغل ويتشد ويتعب ما حد يدير له بال وراتبه تفاليس، واللي اشتغل وشد وتعب بالبلد وراح طلع تقاعد ورا 30 و35 و40 سنة خدمة راتبه تفاليس، بس اللي يجي ويصير برلماني بالضحك على الناس والكوميشنات والفلوس اللي تصير والصفقات الفاسدة ويقعد له 4 سنوات يكملهن لو ما يكملهن، وثلاثة أرباعهم ما نعرف أساميهم، وثلاثة أرباعهم ما حد يعرفهم من هم، وثلاثة أرباعهم ما حد يعرف صوتهم شلون هو أو شكلهم شنو هو، يطلع من البرلمان راتب تقاعدي عالي، جواز دبلوماسي، حمايات، وعايش ملك. ليش؟ لأنه العراق ما لبوه. وصلنا على نافذة أنت ترى اللي أوجدتها قناة الرافدين، وخصصتها قناة الرافدين الفضائية لتعبر الناس عن اللي تريده. وصل لنا هذا الالتماس من ناس يتمنون من أدنى أن نتمنى قضيتهم، هي قضية ناس فقرة استولى معسكر صقر للشرطة الاتحادية والحشد بمنطقة أبو تشير اللي تتبع العاصمة العراقية بغداد على أراضيهم، رغم امتلاكهم طابوا نوع ملك صرف من أكثر من 20 سنة. الناس تعبت من الإيجار واللي المفروض
انه ذولا يحمون الوطن، هم حماة الوطن، يحموهم ويغتصبون اراضيهم. اكثر من 1226 قطعه قاع مملوكه الى ناس اشتراها بتعبهم، مسجله بدائره العقار باوراق اصوليه ورا جهود حثيثه. حصلوا على اخلاء من الكاظمي، حصلوا على اخلاء من محمد الشياع السوداني، لكن القرار ما تنفذ. خلونا نشوف. طالب رئيس الوزراء المحترم باخلاء اراضينا من معسكر الصقر. أنا احنا شنو ذنبنا هيك متجازين على اراضينا واحنا صاحبين عوائل وقاعدين بالايجار؟ الله يقبل لكم. ظل بيت المكاتب بالجلالين وظل بيت المتجاوزين على اراضينا. قاموا صرف اراضينا، قاموا صرف. يعني شلون نطلع من الاراضي العود جلاسينا وياكم عندكم اراضينا لكم ويشتغلنا بتعبنا ودمنا؟ الله يقبل لكم. حجية صادرة قرارات، صادرة قرارات بالإخلاء لحد الآن ما تنفذت. انطيتوا وعد رئيس الوزراء تخلوا المكان وماكو. ايش قد صار لك مشتريه؟ ايش قد صار لك؟ 20 سنة مشتريه وقاعدة بالإيجار. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يتجاوز على أرضنا وعلى كل من يجي يكلف بهاي من كل السيد رئيس الوزراء صار عنده علم، والسيد وزير الداخلية صار عنده علم. ونطلب بالإخلاء وماكو ما ينفذون. رحم الله والديك. حد هاي الرساله وصلتنا على نافذه انت ترى. وكان هذا كل ما موجود ويانا ببرنامج صوتكم. رسائل الواتساب: التعليم في العراق تحطم، الفساد الاداري والمالي والاخلاقي بدا بنخر الدوله، اللطم واللطامه اخطر مرض في العراق. ابو ضحى من بغداد: السلام عليكم، تحيه طيبه لقناه الرافدين. القاضي الذي حكم بالاعدام لماذا لا يحكم على نور المالك والميليشيات وتجار المخدرات بالاعدام كما حكم على صدام؟ يخاف منهم. اقضي ما انت قاضي، انما تقضي هذه حياه الدنيا. السلام عليكم، تحيه لجميع العاملين في قناه الرافدين. ما يجري في العراق واستئصال للقيم المبادئ والأخلاق عن طريق نشر الرذائل والمخدرات من قبل حكومات الأحزاب الإسلامية. بغداد أصبحت مرتع للمخدرات والسرقات. أبو محمد من بغداد. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما كان موجود يعني بجعبتنا اليوم برنامج صوتكم. نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله في نفس الحلقة باكر. في أمان الله.